الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة غزة لم نغادر الميدان. طواقم البلدية العاملة، طواقم الجمع وترحيل النفايات، 430 عامل على مدار الساعة يقومون بجمع النفايات من مدينة غزة، وكذلك الطواقم الأخرى في البلدية، منها دائرة الطرق لفتح الطرق الرئيسية للإسعافات ولسيارات الخدمات، دائرة الصرف الصحي لصيانة خطوط الصرف الصحي التي قصفها الاحتلال، دائرة المياه كذلك لإيصال خطوط المياه التي قصفها الاحتلال. ونحن سنعيد إن شاء الله ما دمره الاحتلال. يد الاحتلال تهدم ويد أهل غزة إن شاء الله تبني وتعمر، وسنعاود الحياة لطبيعتها.